جهاز تنمية التجارة الداخلية بيعقد النهاردة ورشة عمل بالتنسيق مع عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس، وده لبحث دور التجارة الداخلية في الاقتصاد ومناقشة كيفية الاستفادة من خبرات أسدة الجامعات، طبعا عشان ننمي التجارة الداخلية بحضور وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. بتستعرض الورشة المقترحات لتنمية منظومة التجارة الداخلية من خلال أسدة الجامعات والمساعدة في تقييم النماذج المطروحة للاستثمار. وكمان الدكتور علي المصلحي أكد أنه جاري تطوير منافذ المجتمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتطوير كافة المنافذ والفروع في مدة 8 سنوات. المطور التجاري ما كانش قادر أنه هو يتمكن من الأرض لأن كان فيها تعدي، كان في بعض المتخللات في هذه الأراضي تحول دخول المطور والمستثمر إلى أراضيه. الأمر اللي خلانا نركز في حل كافة مشاكل المطورين والمستثمرين، والحمد لله كانت آخر مشكلة في محافظة الشرقية يوم الأربعاء الماضي، وتم حل مشكلة إحدى الشركات، ودي كانت آخر مشكلة بتواجه جهاز تنمية التجارة الداخلية. وما كانش من اللائق إن إحنا نبتدي نتوسع ونعلن عن فرص استثمارية في قطاع التجارة الداخلية إلا عقب الانتهاء من كافة التحديات التي كانت تواجه جهاز تنمية التجارة. الحقيقة معالي الوزير طلب إن إحنا يكون عندنا خريطة للفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، وإحنا هنعرض على حضراتكم هذه الفرص المستهدفة في قطاع التجارة الداخلية على مدار الثلاث سنوات القادمة. وأنا بتحدث تقريبا على أن كل محافظة يكون لديها من منطقة لاثنين منطقة لوجستية وما يقرب من اثنين سوق تجاري في حيز كل محافظة، فضلا عن 10 مراكز تجارية بمساحات مختلفة. وهنتحدث تفصيلا في مفهوم كل منتج وكل شكل استثماري من هذه المنتجات اللي احنا هنستعرضها مع بعض سويا.